انا اللي حررت على ولدي. انا بشوف يا ولاد لاولادي لاولاد ماشي، شوف يا ولدي ام رجال وده ماكش راجل، تشوفني انا كي متعذبة حاسه بالذنب نغزر قدام ربي، حسيت بالذنب. ممنوعة ولا حاجة، ماشي في بالي هنا الأحباد يقول لك تمشي تحرق، قلت أشوف حتى إزاي يمشي. نروح للساحل لقى مناعة عمي لقى نوسي كل مشد، ها وليدي شوف أنت ديما راقد، ها وليدي شوف أنت ديما قاعد، ها وليدي كيفاش، ها وليدي علاش، قليته حتى بالعرب. وليدي قال لها خبزة. انا ما نرقدوش، انا ما نرقدوش، نوم ترقدوا العباد انا ما نرقدوش، عام وثلاثة شهور نوم ما نرقدوش. وقت اللي جيت انتخبت وقلت له يا رب انا انت اللي تخزرني بحين الرحمه يا وليد، انت اللي تخزرني بحين الرحمه. يدور يدور يخدم في المرمى، يدور 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 ويرجع يما خايته يخدم نهار عند هذاك حتى دخان 130 ما يجيش باش يشري. او يما ها وليدي شوف هم شو ها وليدي براك الحاجه، ها يعمل مطلب في المعملات او يرجع في يعمل في ظروف ظروف هذيك هي شباب. كل نهار اثنين نمشي له نقول له وليدي سامح لي راني انا سندبت بيك، انا وليدي راني سندبت بيك مش ربي سامحني، كان نبكي انا الاولى. يقول لي يسكت يقول لي يما راني مسامحه، كان نعمل روحي نسجع روحي. يقول لي امه راك انت سندبتي بي. والله ولدي تو والله لو كان تحطي له طياره قدام الدار، تحطي له الطياره قدام الدار لا حد يمشيها. والله تحطي له قلت لك الطياره ترسيها له قدام الدار لا حد يمشيها. طالية هذه من الناس مقهورة على ولدي، نحكي لك مقهورة على ولدي. وليداتنا ماشيين عارقين، تعذبنا تعذبنا. أنا واحدة من الناس امرأة كل يوم يموت لي عرق، كل يوم يموت لي عرق. ولدي عام عام وستة شهور عام وثلاثة شهور موقف، وبوه مريض بوه مريض بوه مشلوط، هو اللي يخدم على أبوه. شعملنا شنو هو اللي عملنا؟ متعذبين متعذب الواحد قديش مش يشكي قديش مش نشكي وكتاب. أما ربي اللي يخسر. مخوف مخوف ماشي حارق، ماشي حارقين اولاد مشاو مشاركين حارقين ما عملوا شيء. نذي نذاف ما عاملين حتى شيء. زوز من الناس ماشي زوز هم مالا تاكسي تشدوا عام واربع شهور ويحلم بي يا ربي، يحلم بي يا ربي. انا المراه انا لا مش نحكي لك مش قلبي مش يطرشق راهو. علاش يرخفن يرخفنا قيس سعيد، يرخفنا قيس سعيد، يرخفنا على وليداتنا. عام واربع شهور قول لها عام واربع شهور كل يوم عندي عرق يتقطع متعذب على ولدي. ولدي صوص عمليات في الحبس، ولدي على عمره وكف في مركز، لعمره مشي المركز حتى اللي مشوا معاه زوز هو وزوز لعمره قلت لك وقف في مركز نظاف ما شافوه لا شدوا عليه في تليفونات لا شدوا عليه حتى في شيء. ولدي عام واربع ثلاثه شهور اش عملنا؟ يرخفنا على وليداتنا، يخزرنا بحين الرحمه. علاش يخزر لنا انا طالبه منه يخزر لنا بعين الرحمه، يخزر لنا للمات يحسب راحه هو عنده يخزر ولده. طلبت صليت شكيت بكيت شكوى لربي، خرت نقول له يا ربي انت محامي انت محامي. انا شنو نطلب على سي قيس السعيد يخزر لنا لوليداتنا بعين الرحمه. هذا كايس صوت هذا نحب نوصله له التو في الوقوف حتى زلسه حتى سلسة ما تعملت. مشينا جينا مشينا جينا ما عنده حد ما عنده حتى شيء ما عنده حتى لا عنده سخ لا عنده حتى شيء. لأن شنو نطلب من سي قيس السعيد يخزر لنا بعين الرحمة الوليدات. قد عمره؟ عمره 32 سنين. أخر التالي قلت له مهزولي للقصر خليني شوفه كان هو يحس باللمة يخزر لي أنا يخزر لنا من أول اللي واقف مربوط مع ولدي. أمه يتيم أمه جي من قصر هلال جي من كسر هلال الاثنين بعد اثنين. ها اللي هي اللي تخدم عليه هي اللي تجيب له في القفه كل شيء. هي شنو شدوا شنو اخذوا وحده شو شراها شراها وحده زوز مترو
زوز متر ست خذاها على الفيسبوك، شراها على الفيسبوك زوز متر وشراهم يتور 15 ولا شي يقولوا له، حاشاك من الهم ماشي من الهم، وقت اللي يشوف الام تجري الباب يجري الباب مجلود حاشاك باش مشي باش مشي فارع راحه. انا في بالي ما نكذبش عليك، في بالي نمشي نشوف جيراني ما نمزوج جيراني مشاو شاركوا كيف هو كيف مشي ولدي تبع ولدي شوف، انا اقسم لك بالله حاسه بالذنب ياخذوا من لحمي انا اللي حرلت على ولدي. انا بتشوف يا ولاد لوليدي الاولاد ماشي، شوف يا ولدي ام رجال وده ما كاش راجل تشوفني انا كيما متعذبه حاسه بالذنب نخزر قدام ربي، حسيت بالذنب وقف لي وقال لي امك شي خارج امه هاني تبعتك وهنا شاركنا واخذينها على الفيسبوك، كي جابها لهم واحد جابها لهم على الفيسبوك بست الواحده بس الاساس ما هي اللي يمشوا عليها بثلاثه ملايين واكل موتور بثلاثه ملايين بسته ملايين جمله كل ولاد يخدموا مع بعضهم في المرمره وتفهموا في بعضهم. اختي عام وثلاثه شهور هما في الوقود. يعني انت اللي قلت له حرضته بشي حاجه؟ قلت له شوف لاولادي لاولادي وليدي شوف من الناس خلاص. قلت وليدي شوف انت ديما قاعد وليدي كيفاش وليدي علاش كليته حتى بالعرب والله غالب خبزه كتبت له قلت لك وقت الطبيب مشي قال ستريس زوز عمليات ولدي 20 يوم ستريس حاشاك المصران نتاع الطرش قلت ستريس الطبيب مشيت هز مشيت عملت محاميه ومشيت قالت لهم يا ولدي طفل ستريس مش يموت المحامي الطبيب كتب لهم قال طفل زوز عمليات ولدي وصل لي الموت في الحبس لا حياة عمرنا ما تربطش واحد في شرطنا في الحبس ولدي ما يعرفش ها هو مركز بحذانا من بطاقة التعريف نظيف ما عندوش لو معاه نظام معاه شنو ولا معاه مال التاكسي مال التاكسي لي مال التاكسي هو لي راني راهو يضيع عليا الكلام راهي ام راني ام ندمت حسيت بالذنب مشيت الحاكم التحقيق قلت له يا خوي يا خويا قلت له اخزر لي ربي راني انا ندمت كي شفت الاولاد يمشوا راني انا كرت على ولدي راني ما نسخلاش حتى ممنوعه حاولت وشكيت له قلت له راني حسيت بالذنب بتاع ولدي انا حسيت قلت له محبولك ربي واخزر ربي قلت له مشي لا قولي ولدك تو يروح نمشي لا وقت اللي نمشي ولدي نلقاه لاصق ويبكي ويعيط امي 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 انا شو حسيت بالذنب نطلب من سي قيس سعيد يرغفلنا على وليداتنا على وليداتنا راهي لمات كل مذامة وانا مذامة اقول لها قالت لك النوم ترقد العباد انا ما نرقدوش انا ما نرقدوش النوم ترقدوا العباد انا ما نرقدوش عام وثلاثة شهور النوم ما نرقدوش وقت اللي جيت انت خبت وقلت له يا ربي انا انت اللي تخزر لي بعين الرحمة لوليدي انت اللي تخزر لي بعين الرحمة نصلي ونقول له يا ربي انت محامي انت دليلة انت اللي نخسر لك انت اللي راهو يضيع عليا الكلام اختي شنو نطلب شو ربي لتبلغوا لي صوت لتبلغوا لي صوت راني ما لقيتش حتى شيء وراه ولدي ما عندهاش وسخ وحتى المحارة ما عندوش والله اللي معاه والله اللي معاه كاري مال التاكسي الكروه ما عنده ذم مال التاكسي الكروه مرته نافس لها جمعه الكاري لوح له دبشو لوح له دبشو المراه مشت للدار باش ربي كاتب لي نزور فيه كل اثنين كي نمشي دز يبكي حتى اللي غادي كاي قالوا لي ما حتيش تجي يا ولدي ولدك مرضتي ومرضتي روح نمشي له كل نهار اثنين شو نعمل نمشي نقول لوليدي سامحني في برج العام كل نهار اثنين نمشي له نقول لوليدي سامحني راني انا سنذبت بيك انا ولدي راني سنذبت بيك مش ربي سامحني كان نبكي انا الاولى يقول لي يسكت يقول لي يا ما راني مسامحك كان نعمل روحي نسجع روحي يقول لي امه راك انت استذنبتي بيا انا ما كنتش نسخان ماشي رد في بالي لو هذا كل ماشي هاني يا ولدي شوف هذاك يمشي يا ولدي شوف هذاك يا ولدي يخدموا مع بعض بالوليدات شاركوا فيها بحال واحد على الفيسبوك ما يدروش بحال من اول مره لا مشى ولا شو مسالوا في الثنيه شدوا مسالوا مش كارين هو حطهم ماشيين به موتور 15 يقولوا هان صنديا ولا شو اسمه والله لا نعرف حتى اسم هذيك هلا غالب يا خويا شنو تاب سال على سي قيس سعيد يخزر لنا بعين الرحمه يخزر لنا لوليداتنا قول له هم يحرقوا انت معمولك الرب معمولك الرب راهم شباب راهم شباب راهو لا غالب راهم من خاطر مذام خاطر مذام والله ولدي تو والله لو كان تحطي له الطياره قدام الدار تحطي له الطياره قدام الدار لا حد يمشيها والله تحطي له قلت لك الطياره ترسيها له قدام الدار لا حد يمشيها طاليه هذه
شو نقول لك اختي؟ اش نطلب؟ نطلب على ربي توصلوا لي صوت. قلت للراجل قلت له هزني لوحني قدام القصر، هزني. قال لي بنتي ممنوع عليك، هزني خليني نقول. قلت له معمولك الرب يهزني، خليني نشكي له، خليني نشكي له ونقول له راني هكا وهكا. شنو انا نطلب؟ نطلب علاش حرقتو ها؟ علاش حرقتو باش يمشي؟ انا مش حرقتو، قلت له طل الاولاد تمشي، شوف الاولاد وليدي تمشي، طل الاولاد تمشي، طل الاولاد تمشي، طل الاولاد تمشي. هذا قاعد يدور يدور يخدم في المرمى، يدور 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 ويرجع. يما خايته يخدم نهار عند هذاك حتى دخان 100 200 ما يلقاش باش يشري. او يما وليدي شوف هم شو وليدي برك الحاجه، هاو يعمل مطلب في المعمل هذا، هاو يرجع في يعمل في ظروف ظروف. هذيك هي شباب. كنت تتصور انه باش يوصل الوضعيه هذه معناها؟ يا خويتي كان نسخان كيما قال هو، قال نسخان نخليه، كان نسخان وكان نسخان نخلي ولدي، وكان نسخان مش يسأل فيا ولا في ولدي ولا حتى في الوليدات الاخرين. دي هو واحد راه هو واحد هو واحد مسكين. حتى حتى مال التاكسي في بالك خاك شاف ولدي خايف هكاك ويرعش، قال لا هو خو الكراني حتى ولدي الكاري، قال وحتى ولدي الاخر قال راه هو الكراني هذا ما نعرفوش خواف. حتى ولدي الاخر معاه، ولدي الاخر مش معاه في ايطاليا، ولدي الاخر في ايطاليا مش حتى معاه حتى في القاضي. هاي مش معاه ولدي قدامه 6 شهور. اسمع شنو ولد شنو اسمه؟ اسمه فاضل النحالي. فاضل النحالي، فاضل النحالي محكوم توا في برج العامري. في برج العامري. قل نطلب على سقاية السعيد، نطلب نطلب منه، قل له اخزر لنا المال، قل له معمولك الرب، معمولك الرب، اخزر لنا لوليداتنا، يلزموا الوقوف، راهو توقفوا، راهو تحرق، راهو هو تحرق.